هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ريفيو النهارده عن الغسول بتاع جارني اللي هو 3 ان 1. فتابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على الجرس عشان يجيلكم اشعار نزلت فيديو جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. فيديو النهارده يا بنات عن الغسول ده، مكتوب عليه ان هو غسول ومقشر وقناع، يعني هو ينفع تحطي تغسلي بيه وفي نسبه سكراب بسيطه، وممكن تحطيه على وشك كماسك اللي هو تفتيح. طيب هو مكتوب عليه كمان ان هو بينظف البورز وطبعا يزيل اللمعان البشره، وهو مخصص للبشره الدهنيه المعرضه للشوائب اللي هي ممكن على طول بتفرز دهون. طيب في مكوناته في تكوينه حاجات اللي هي المخصصه للبشره الدهنيه. انا بشرتي مختلطه، تمام اوكي. ففي الشتاء طبعا زي ما انتم عارفين ان البشره شويه بتقلب لجافه حتى لو انت بشرتك دهنيه. فطبعا انا بقالي فتره كنت بستخدمه، لا انا حاسه ان بشرتي في وانا بستخدمه نشفت اكتر، يعني الدهون، لا هو فعلا بيشيل الدهون، فعلا بيخلي بشرتك لو هي بتفرز دهون بشكل مستمر، لو انت غسلتي بيه وشك يعني يوميا الصبح، لا هيعمل لك حاجه كويسه جدا جدا جدا، وبالاخص في الصيف. انا لما بستخدمه في الصيف جميل جميل جميل، انما في الشتاء لا، نشف لي وشي، بدا بقى فيه قشور شويه. طبعا لازم تحطي ترطيب بعديها على طول. طبعا انا هوريكم شكله عامل ازاي. بصوا هو عامل ازاي، يعني بصوا تقيل، وطبعا في حبيبات، يعني هو تحس ان هو يعني زي ما هو مكتوب ان هو فعلا ينفع فيه، ينفع سكراب. فده بيبقى سكراب بشكل يومي لطيف، مش سكراب العميق طبعا، فمبقاش ينفع ان انت مثلا بتحطي بعديه ميك اب، لا ده تمام ما فيهوش مشكله. انت ممكن، انا شايفاه ان هو البشره الدهنيه، وطبعا البشره الدهنيه اللي هي بتفرز صيف شتاء، انما لو في الشتاء بتقلب زي بشرتي جافه لا ما تستخدمهوش. ممكن تستخدمي دوف، الدوف اللي هو فيه مرطب، او اي نوع تاني من الانواع اللي انا كنت عامله عليها ريفيوهات حلوه جدا، انما ده لا انا انصح بيه في الشتاء. في الصيف بما ان احنا كمان داخلين على سيزون الصيف، ده هيبقى معاكوا كويس قوي 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 في الصيف، انما في الشتاء ابعدوا عنه. لو انت جربتيه بعدين، يعني انا جبته وكنت جبت كمان الحجم الكبير، يعني ده كنت عندي وجبت كمان الحجم الكبير، فلا في بدايه الصيف هستخدمه، واستخدم اي حاجه فيها نسبه ترطيب شويه عشان تعالج الجو كان برد قوي، ف فش بيشد شويه، يبقى في جفاف شويه. وطبعا مع قله شرب الميه كمان، فالموضوع بيبقى لا بشرتك بتبقى مشدوده جدا، فده هيبقى صعب جدا عليها. سعره كان الحجم الكبير كان ب 100 وحاجه، انما سعره الصغير كان في 50 حاجه و50، كنت برده جايباه في اوفر، فبس انا مش فاكره سعره كام بالظبط. ده كان الصغير حجمه، الحجم الصغير 50 مللي، الكبير مش عارفه مش معايا دلوقتي فمش عارفه كام مللي. فانت ممكن تقارني الاسعار ببعض، وهل انت لو استخدمتيه ونفع مع بشرتك خلاص هاتي الكبير، هيبقى معاكي بشكله كويس، لانه في كذا حاجه سكراب وماسك وغسول بس. وكده كان ريفيو النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على علامه الجرس عشان تجيلكم اشعار نزلت فيديو جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.